بونجور لكم أصدقاء العرب، وين ما كنتوا أهلا فيكم على فقرة جديدة من تثبيت السلام، الجزء السابع. أوكي، سو هالجمعة كمان عيد الفصح عند الأرثوذكس، واللي بيحب بعد الانرجي تبع المسيح كتير قوية، اللي بيحب يرجع يتصل مع الطاقة هيدي ويتصل مع المسيح بيقدر يعمل التمرين اللي اعطيته الجمعة الماضية. مش بس بفترة الفصح، بحي الله وقت أنا بحب أتصل بالمسيح ونمي المسيح اللي فيه. إذا بدكم بقدر أعمل هيدا التمرين. هلأ بالنسبة لليوم شو رح نعمل؟ اليوم رح نركز على تنظيف وإني أنفصل من الأشياء اللي أنا متصلة فيهم كتير. بلشنا نحن نعمل هيدا الشيء بالأول لما بلشنا نجزئ أفكارنا. تتذكرون نفوت نتنفس ونراقب أفكارنا، نحطهم على رفوف. سو كنا ديجا اوريدي عم نبلش ننظم، ولما كنا عم ننظم أفكارنا بهالطريقة نراقبهم لاحظنا في منهم كتير عم نعيدهم. إذا عملنا التمرين مزبوط منه لوحده راسنا كان عم بيخفف تفكير وعم نفوت بصمت أكتر وعم بيصير فينا وسعة أكتر، وهذا شعور كتير حلو. اليوم راح ركز على تنظيف الأشياء اللي حواليي، بس قبل ما أعطي التمرين بدي أوضح كم مفهوم. في مفهوم الطاقة، كل شيء طاقة. شو يعني كل شيء طاقة؟ أنا تعبة، الكرسي اللي قاعدة عليها، الأكل اللي بيكله، الهواء، الغبرة اللي على الطاولة، كله طاقة. أنتوا إذا بتذكروا الدرستون، كل خلية فيها إلكترون عم بيبرم عم يمشي، كله عايش، كله فيه حياة. والدليل على هالشي إذا تنتبهوا الموني مثلا، إذا تركتوا شيء لفترة طويلة وانتزع بتشوفوا أنه بلش يعمل حشرات، بلش يعمل شيء، يعني كله عم بيتحرك، كله عم بيخلق، كله عم بعيش. أفكاري هني انرجي، حكياتي، أحاسيسي، كله انرجي ما عم تشوفون، بس هي طاقة موجودة مثل الخيطان أنا عم بخلقهم. سو أنا بسأل حالي شو عم بخلق؟ أنا عم بخلق هالعالم تبعولي اللي حوالي اللي أنا قاعدة فيه، وبالتالي أنا مسؤولة عن الأشياء اللي أنا بخلقهم. سو من واجباتي روح واطلع بكل شغلة شو عم بخلق. أوكي، هلا بالنسبة للأفكار وهالأشياء بنرجع نعمل عليهم تمارين بعدين، بس خلينا نبلش بالأساس الأغراض اللي حوالي. نحن بالربيع منعزل خزاناتنا ممكن، بس هالمرة أنا بدي أحكي عن تعزيل أعمق بكتير. الغراض اللي إلهم زمان، وأنا عم بحكي عن تعزيل كل البيت، وهيدي ممكن تاخد كذا جمعة معكم. بلش أوضة أوضة، بلش بالأوضة الأعيان. الغراض اللي عندي إياهم اللي إلي زمان مضبوبين بالخزانة، يمكن في رفوف أنا ما عدت عم بتطلع، ما عم بعرف شو فيهم، مش عم بقرب صوبهم. أنا لازم أرجع أروح عليهم وحدة وحدة وشوف شو هني وشو قصتهم، لأنه هو حاملين طاقة معينة، وإذا أنا تركتهم هيدي بسموها stuck energy، الانرجي علقاني عم بتقلني لإلي، عم بتقلني لإلي، لأنه هني الانرجي طبعا ما بتضل فيهم، هي عم تجي علي وعم تأثر علي. سو أنا علي روح بلش أوضة أوضة، غرض غرض، شوف هل أنا عن جد بحاجة لهالغرض؟ إذا قالوا كذا سنة ما استعملته هالبلوزة اللي كذا سنة ما استعملتها، هل أنا بحاجتها؟ هون بدي فوت بمفهوم جديد، هو تعلقنا بالأشياء. نحن متعلق بكتير أشياء، نتعلق we get attached، نتعلق ومنخاف نتركهم لعدة أسباب، لأنه منحس بالأمان أنه عنا هني. بس إذا كنتوا عم تعملوا التمارين يلي بلشناهم قبل،
يلي هي بفوت بالصمت وبراقب افكاري. لما تخليت عن هالافكار انفلتهم شو صار؟ ما ضعت، بالعكس انا حسيت بسلام داخلي اكتر وبفرح داخلي، وشفت انه انا مني لوحدي، انا في من حبي، في منا لوحدنا نحن. سو هيدي القصة، انه هل انا قادرة اتخلى عن اشياء فعلا انا عايزتهم؟ شغلي غير انه قلت انه الاشياء بتحمل طاقة، عندهم حياة، هن عايشين. فمثلا اذا انا هل عندي كنزة مثلا كانت هدية من شخص، وبطلت انا صاحبة مع الشخص ولسبب معين، فاذا هالكنزة بتحسسني باحباط، بزعل معين، ليش بعدني تركتها؟ صار ترم اني شيلها. والعكس صحيح، يعني اذا انا بحب حدا كتير، عندي رفيقتي هديتني هالشال مثلا وتركته عندي ما عم بستعمله، يمكن حتى ما بيعجبني شكله، بس انا تركته تعلقي لحبي لها. فانا هون بدي فلت، بدي فلت، لان كله هيدا عم بحمله كطاقة، عم بحملها. تخيلوا كل هالاشياء، لما بتخيلوا كل شيء حواليكم عايش وفيه طاقة، وانتو عم بيأثر عليكم وعلى افكاركم وعلى كيانكم كله، عم بياخد مطرح كبير، عم بيتقل. سو ببلش انا رف زاوية زاوية، يعني ما بدي اتركه لا مليمتر مني رايحة عليه، منطفته مشيكته. وانا وعم بعمل هالشي اوضة اوضة، يمكن في اشياء اللي زمان ما شفتهم وناسي انه عندي، هني يوعوا احاسيس فينا. فهيدا الشي ممكن يحسسني بزعل، ممكن يحسسني بفرح، ممكن سو رح تاخد الشغلة معكم وقت، عطوها وقت اللي لازم. هي بتاخد شهور او وقت، بتاخد سنين تا واحد يقدر. هيدا تمرين كتير صعب بس ببلش فيه واحد. سطوع هالاحاسيس، ولما بتواجهون انتو هون بتكونوا عم بلشوا تعملوا شفاء ذاتي، عم بتنطفوا. طيب انا هيدي الشغلة، الدفتر اللي عندي من وقت كان عمري 10 سنين، بعدني متعلقة فيه، بتذكر ذكريات طفولة معينة، وبقولهم ميرسي، بشكرهم وخلص. هلا أنا بالحاضر، هلا بدي أعمل ذكريات جديدة. سو منعرب كرتوني للأشياء اللي بدنا نعطيها، ونعرب كرتوني للأشياء اللي خلص انتزعت على الآخر، صار لازم إني يمكن كبها، أو حتى إذا الإنرجي فيها، يعني هي إذا بقيت زمان وصارت عم تعفن عم تنتزع، لازم يمكن احرقها. هلا كمان في شغله، انا وعم بعرب واعمل كل هول، علي اني مثلا الاشياء اللي بدي اعطيهم بدي اغسلهم، لان ما بدي اعطي الانرجي تبعولتي للناس اللي بدي اعطيهم اياهم. يعني اذا انا كنت عم بلبسهم وحامله كل شيء في طاقات وقصص، يمكن حزن وما بعرف شو، بدي اغسلهم، اعطيهم نضاف. ولما بحطهم بدي اشكرهم لهول الاشياء. هلا اذا مش قادرين تحكم اغراض، ما عم تقدروا تحسوا انه هن عايشين، انه حبه الرز او العدس فعلا هي عايشه، على القليله اشكر الله او اشكر الحياه انه عطيتني هل غرض هيدا. اوكي، بشكره على الخبره اللي عشتها الغرض، وهلأ صار ترم اني اقدمه لغير ناس لحتى هني يفرحوا فيه. اوكي، وانا بقدمه نظيف، بغسله. اوكي، وغير اني غسله بالصابون، هلأ رح نرجع ناخد غير شيء. فبلش انا بس اخلص، كل ما بخلص اوضة علي اني نظف طاقة. فانا بضوي شمعة. اوكي، هلا انا مضوية شمعة بس ما بعرف اذا رح تقشعوها. بضوي شمعة. ليش الشمعة؟ الشمعة بتعلي الفريكونسي، بتنظف الطاقة، بتعليها. لهيك بالمطارح الصلاة وهيك بتشوفون حاطين شمع. كمان فيني جيب بخور، يا هيك يا بخور حجر يا سيج،
بولعها، بس كون نظفت الأوضة ونظمتها وخلصت منها وغسلت الغراض وهيك، الغراض المحطوطين بالعلبة اللي بدي أعطيهم بيكونوا كمان بعدهم موجودين، باخد الانسنت البخور وبمشي بالأوضة وببرم. ما ناخذ عبالات، بذكركم انه حكيتنا هن خلق، عم نخلق هن كمان انرجي. شو عم بخلق انا؟ فانا هلا بدي اخلق شيء بوزيتيف، شيء منيح. حتى انتو لما بتصلوا بتعيدوا 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 كمان، ما هي لها سبب، هي عم بخلق شيء منيح، بوزيتيف، طاقه ايجابيه. سو بولع البخور وبصير ببرم 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 وبقول بقول انا بتمنى انه كل الطاقه السلبيه تتنظف من هالاوضه، اوكي، تتنظف منها الاوضه وتتحول لطاقه ايجابيه، لطاقه نور، تتحول للنور. يعني كل شيء مظلم مظلم، طاقة مش نظيفة، تتنظف وتتحول للنور. برجع بقولها، بتمنى بطلب بطلب من كل قلبي انه كل شيء طاقة سلبية مش نظيفة تتحول للنور، لطاقة نظيفة تتنظف. فأنا هون روحيا عم نظفها، اوكي، هلا عم بلش عدرة، بعد ما وصلنا على الجزء رح نوصل له، عم نظف. فانا وعم نظف هيك فيني كمان احط ورود بيعلو الطاقه، الريحه الحلوه هي تعبير عن النظافه يلي حيحسسوني بفرح اصلا انه خي الاوضه نظيفه، ريحتها حلوه منوره. هلا صارت الاوضه نظيفه، بقعد انا فيها وبدي اعمل هلا غسيل اعمق بكتير. هيدا غسيل روحي روحاني اذا بدكم. إذا بتذكروا منتنفس بالأول، من ظهر النفس نرجع 3 مرات نتنفس، من ظهر النفس. وقبل ما أعمل التمرين بدي أفسر شو اللي رح نعمله. رح نطلب نحن هلأ من الـ Violet Flame، النور البنفسجي، أوكي، انه هو يجي وينظف ويطهرنا ويطهر الاوضه. هلا شو هو هذا الشيء؟ منه سحر، هو مذكور بكذا كتاب، اذا بدكم بالمراجع الريليجيوس الكنيسه والديانيه اذا بدكم، موجود انه الله بيعطينا نعم الريز 7 rays و 12 rays، نعم معينة لتطهير. وهي الشعلة إذا بدكم البنفسجية، هي فيها الروح، روح الله، أوكي، هو عطينا إياها كهبة إنه ننظف حالنا وننظف الأشياء الوسخة اللي خلقناها. هيدي نعمة، نعمة كتير كبيرة، ننظفها بشكل عميق هالمرة مش بالصبنة. من بعد ما تكون تنفسنا، اول نقطه اذا بتذكروا من قبل عملنا مديتيشن، تمرين نحن عم نمشي وطلبنا انه ينزل نور ابيض من السماء كبير كبير، ينزل ينزل ينزل، عمود نور ابيض ينزل 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 علي، على الأوضة وينزل على الأرض. هيدا العمود عريض عريض كذا متر حوالي، يعني هو بكل الأوضة، أوكي، عم بيحيطني، أوكي، أنا منحاطة فيه. هيدا عمود للحماية وللتطهير، بشوفه بحسه، بحس بالبياض الناصع تبعه. هلا النقطة الثانية بطلب من حضور الملاك
ميخائيل مايكل، بطلب حضوره هو وإذا بدكن سيفه لحتى يجي، وأول شي يجي يحميني أنا وبهالمطرح هيدا، ويجي بالسيف يقص كل الشرطان اللي طالعة مني، أوكي، اللي معلقة بيها الغراض اللي حواليي، ما أنا متعلقة فيهم، بدي فلت بدي فلت لأنه عم بتقنوني، أوكي، وهن يمكن سلبية مش إيجابية، بدي يحررني من هالتعلقات. بيجي وبقصهم كلهم، لهو الشرطان اللي طالعين مني اللي ما مبينين، هن الانرجي الطاقة، بنظفهم. بحس حالي متحررت، ارتحت. برجع النقطة الثالثة، بطلب من الشعلة البنفسجية، هي مش نار بيحرق، هي نور، انه تنزل من العمود من فوق فوق فوق، تنزل علي وتفوت بجسمي خلية خلية، تبرم تبرم تبرم. بحس فيها، بحس فيها عم تنظفني وعم تطهرني، لأنه هي عندها القدرة أنه تحول كل شيء من الظلمة إلى النور، أوكي، وبشوفها عم تكبر وتبرم حولي بكل الأوضة، وأنا عم شوفها عم تعمل هيدا الشيء، بصير بعيد وبعيد. بطلب من الشعلة البنفسجية أنه تنقيني من كل نقطة مظلمة فيي وتنظفها، تحولها لنور ناصع. بطلب من الشعلة البنفسجية تنقيني وتنظفني من حيالله طاقة علقانة فيي وهي طاقة سلبية، وتحولها لطاقة إيجابية ونظيفة. بطلب من الشعلة البنفسجية انه تنزل فيي وبالأوضة وبكل الغراض اللي بهالأوضة، اتنقيهم من الطاقة السلبية وتحولهم الى نور الله الأبيض الناصع والنقي. بقعد وبعيدة كذا دقيقة قد ما أنا حاسة بحاجة للتنظيف، وبس خلص بفرك إيديي وبشكر الشعلة البنفسجية، بشكر مايكل ميخائيل الملك ميخائيل والتوب اوف لايت النور العمود النور. راح تحسوا شعور رائع من بعدها، بالاخص اذا بقيتوا عم تعملوها دايما، بقيتوا عم تعملوها دايما، كل ما نظفتوا اوضه رجعوا عملوها، وهيدا الشيء قادرين تعملوه دايما، يعني على حالكم قادرين كل يوم تغسلوا حالكم بهالطريقه بالشعله البنفسجيه من كل شيء علق فيكم. نرجع نستعملها بعدين مع بعض. انا كوني بستعملها لي سنين، لما بتجي بحس بالحب والمحبه تبعولتها، وبحس فيها عم تقطع عم بتنظفني، وبس نظف حالي بهالطريقه هيدي رح حس بفرح اكثر، رح حس بذهني، رح يصير اوضح، رح يصير فيني فراغ اكثر لاقشع اوضح. شعور كتير حلو، بتمنى انكم تحبوا. اذا بيهمكم تعرفوا عن الشعلة البنفسجية اكتر، انا رح حط لينك على الويب سايت تبعولي، بس هو بالانجليزي، ممكن تقدروا تترجموا للعربي، بيوضح وبيفسر عنا اكتر، رح حط لينك عنا تحت. وبتمنى عليكم اذا عملتوا هالتمرين وحبيتوه
تعملوا لايك، تعملوا سبسكرايب، تعملوا شير لغير ناس، لأنه كل ما نظفنا كل ما نحن ساعدنا الأرض تنظف أكتر، لأنه نحن عم نشارك بالخلق بس نحن مش واعيين لهالشي. وإذا حبيتوا تعلقوا تحت شو حسيتوا من وراء التمرين كمان هذا الشي بيكون كتير حلو. بتمنى تكونوا حبيتوا التمرين وبشوفكن المرة الجاية.